شيء مشرف ويبيض الوجه، وأسعد جدا بأن أرى مثل هذا الإنجاز في المملكة العربية السعودية، في دولة صحراوية وفي وسط هذه الصحراء القاحلة نرى هذه البساتين الجميلة والورود والتي دخلت ضمن موسوعة جينيس لعام 2017 كما كانت قبلها في 2014. ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه الإنجازات. سعيدين جدا بإنجاز حديقة الورود وأسعدتونا. أشكركم جدا طبعا دكتور على لا يفوتني في هذه الفرصة أن أثني وأذكر بالخير صاحب السمو الأمير سعود الثنيان الذي يعني ارتجل أو ترجل بالأصح بعد أن أمضى سنين طويلة في خدمة الهيئة الملكية للجبال والعلوم. فنبارك لكم جميعا هذا الإنجاز، ومن إنجاز في إنجاز إن شاء الله. Fantastic. Well done. Good job, Yanbu.